فأر الريف وفأر المدينة، حكاية من التراث اليوناني. حدث ذات مرة أن عاش فأر الحقول في مكان منعزل من الريف. ها قد نام ثانية، ليس لديه أي عمل يؤديه، ويمكن القول بأن متعته الوحيدة هي النوم تحت أشعة الشمس الساطعة. وذات يوم جاء لزيارته فأر المنزل الذي كان يسكن بالمدينة. وفي تلك الليلة قام فأر الحقل بتحضير أكبر قدر من الطعام ليقدمه إلى فأر المدينة. قد تكون الأصناف محدودة، لكن أرجوك أن تأكل كما يحلو لك. هيا هيا تفضل. عفوا يا سيد، هل لي بسؤال؟ ما هذا؟ فجل وجزر وذرة نيئة؟ هذا ليس طعاما مناسبا أبدا. ألم تسمع عن الجبن؟ ألا تأكل النقانق الشهية؟ ألم تشرب العصير؟ غريب أمر غريب. ما هذه الأشياء؟ هيا، إن كنت لا تعرف الجبن فإنك لا تعرف الحياة أبدا، غريب. وهكذا أخذ فأر المنزل يخبر فأر الحقل عن حياة المدن في فخر واعتزاز. أولا، لا يرضى أي فأر بالعيش في بيت رث مثل هذا، ففي كل مكان توجد مئات المنازل الواقية من البرد والمطر، وحتى في الشتاء يكون الجو دافئا داخل المنزل، ويمكن للفأر أن يعيش أينما يحلو له. بدت قصة فأر المنزل مثيرة للغاية، وخاصة الجزء الخاص بالطعام، حتى سال لعاب فأر الحقل. لكن القصة لم تنتهي بعد. والموسيقى، الموسيقى تعزف على الدواب في جميع أنحاء المدينة، فنستمتع بالرقص حتى الصباح. تبا لي، تعيش فئران المدينة في بيوت فاخرة، تأكل ما تشاء من الطعام ثم تستمتع بالرقص. يا صديقي، إن حياتنا قصيرة للغاية، لذا يجب الاستمتاع بها قدر الإمكان، وحياة الريف القاسية هذه تجعل حياتك بلا معنى. صدقني، لابد أن تعبر إلى المدينة. نعم. وأخيرا ذهب فأر الحقل إلى المدينة بعد أن أقنعه فأر المنزل بذلك. ما هذا؟ كان فأر الحقل شغوفا بكل ما يحدث بالمدينة. لقد أخفتني جدا. أنت الذي أفزعتني وأنت تقفز نحوي. نعم أخفتني. ماذا؟ كنت ستألك لولا سرعتي في إنقاذك. كلب، كلب، يا رب بسرعة، هرب. هيا هيا. كانت هذه أول مرة يضطر فيها فأر الحقول على الهرب من الناس، ولم يعرف أي طريق يسلك، فأخذ يجري هاربا. أنت، هاي، هاي،
أحس فأر الحقل بالإرهاق الشديد بعد وصولهما إلى المدينة لما واجهه من مشاكل. أتشعر بالتعب من الآن؟ لن تستمتع بوقتك إذا كنت تتعب بهذه السهولة. عليك التعود على هذه الحياة يا صديقي. تعال إلى هنا، هيا. في تلك الليلة عاد فأر المنزل بفأر الحقل إلى البيت. هذا هو بيتي. رائع. تفضل ادخل، تفضل خذ راحتك. يا له من بيت جميل. مهلا، فإنك لم ترى الطعام بعد. يا لها من رائحة طيبة. لقد حان وقت العشاء، لا تشاركني؟ بالطبع. وقبل تناول العشاء بدأ فأر المنزل القيام ببعض التمرينات الرياضية. هذا يساعدني على الفرار من القطط. هل توجد هنا قطط؟ نعم، هناك قطة تقيم في الطابق الأسفل. أخذ قلب فأر الحقل يدق سريعا، فلم يكن يتخيل قط أن يعيش الفئران في نفس المكان مع القطط، وزاد خوفه وارتعب كثيرا، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي يتاح له فيها تناول مثل هذا الطعام الشهي، فراح يشارك في التمارين التي يقوم بها فأر المنزل. بهدوء بهدوء، لا تخف. وتبع فأر الحقل فأر المنزل بحرص شديد. هيا بسرعة، هيا لك الذي لم يكن فأر الحقل بحاجة إلى دعوة، فقد راح يتناول الطعام ويستمتع به. تناول. يا للفظاعة، لقد عثرت القطة على الفأرين. وهكذا نجا الفأر بأعجوبة. لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك. ماذا قلت؟ إنما حدث أمر طبيعي، يجب أن تتعود عليه. سأذهب. إلى أين؟ انتظر انتظر. كلا، سأعود إلى الريف، ربما لا يتوفر هناك مثل هذا الطعام الشهي، إلا أن الحياة هناك آمنة، فيمكنك التمتع بالحياة دون خوف. وداعا. انتظر انتظر، سوف نخرج للرقص قريبا. ماذا بك؟ انتظر. عاش فأر الحقل في أمان، ولم يعترض على حياة الريف المتواضعة، لأنه كان يعلم بأنه يمكنه العيش دون خوف. كما عاش فأر المنزل في سعادة أيضا، فقد كان معتادا على مطاردة القطط له، وكان في الحقيقة يستمتع بذلك، وظل من الصعب عليه أن يفهم سر عودة فأر الحقل إلى الريف. لقد وصلت أخيرا. أم